هذا السائل أبو باسم يقول: يا شيخ، من أعمال الخير في شهر رمضان الاعتكاف، فما حقيقة الاعتكاف؟ هل هو خاص بهذا الشهر؟ وإذا أردت نعتكف في الأشهر الذي بعد رمضان، هل يجوز لي ذلك؟ نعم، الاعتكاف ليس له وقت معين، لكنه في رمضان أفضل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يعتكف في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتكف في شوال، لما لم يعتكف في رمضان اعتكف في شوال. الاعتكاف جائز أو مشروع في كل وقت، ولكنه في رمضان أفضل. نعم.